لا ما اعتقد انه اكو ولايه ثانيه، يعني الحديث عن قصه ولايه ثانيه هذا حديث مبكر، يعني الحديث الان كل قوى الاطار اليوم مثل بقيه القوى الاخرى يعني هي ذاهبه للتحشيد للدخول بالانتخابات بقوه كبيره، خاصه مثلا مع بعد ما علمنا ان الاطار اصبح قائمتين او ثلاثه الى حد هذه اللحظه بين القائمتين والثلاث، وأن مثلا على سبيل المثال دولة القانون تريد أن تدخل لهذه الانتخابات وحدها، لأن صورة انتخابات مجالس المحافظات هي تعطي دلالات واضحة عن شكل الخارطة السياسية للانتخابات التشريعية القادمة. لذلك نجد أن اليوم الصراع أو التنافس على الانتخابات مجالس المحافظات سوف يشتد كثيرا في الفترة المقبلة. يعني الموضوع ليس مرتبط بقصة بقاء السيد السوداني من عدم، السيد السوداني كبقاء هو يشكل صمام أمان بالنسبة لجميع القوى السياسية على اعتبار أنه يتميز بعلاقات طيبة مع الجميع، يعني الجميع يشيد بشخص السوداني، يشيد بإدارته وما يطلب من قرارات في اجتماعاته لائتلاف إدارة الدولة الحاكم، يعني ما تفضل به الدكتور مجاشي هذا الكلام ليس معيب، يعني بالمناسبة يعني هذا مو مثلبه، ائتلاف إدارة الدولة هو الذي اشترط على قوى الإطار التنسيقي منذ بداية تشكيل الحكومة أن تكون هنالك اجتماعات دورية ومستمرة لأن يقوم رئيس الوزراء ببحث كل الأمور والأساسية مع جميع الفاعلين في هذا الموضوع.